رفعت الراية، فتحت البوابات. مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذه الاندفاع الجماعية للأفراس المبتدية لإنتاج عمر 3 سنوات على مسافة 1600 متر في شوطنا الثاني، ثاني الأشواط في الحفل 34. هنا الاندفاع على ما يبدو لي يبدو شيمة عرب أو استبسال في هذه اللحظات، ومحاولات أيضا للتقدم في هذه اللحظة أيضا للبقية. هنا أيضا من الداخل أشاهد المحاولات التي تأتي كذلك لروزانة الدانة، وكذلك أيضا في هذه اللحظات المحاولات التي تأتي للبقية. التنافس على شد في هذه اللحظات، داكوتا هنا في هذه اللحظة في محاولة أخذ زمام المبادرة من البداية. المطاردة تأتي لهلا أيضا، ومن خلفهم هناك أيضا واقعية التي تحاول التقدم في هذه اللحظات في المرتبة الرابعة. هنا في المرتبة الثالثة تتقدم في الصدارة في هذه اللحظة لروزانة الدانة مع مهند الشمري. المطاردة تأتي لداكوتا التي تتراجع إلى المرتبة الثانية، والتقدم الذي يأتي هنا لواقعية في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام كذلك هلا التي تأتي هنا في المرتبة الثانية، وأيضا نشاهد المحاولات لأدلين من الخارج الآن للصب العذبة للسباقات، في محاولات أيضا لسيف البلوشي للتقدم في هذه اللحظة مع المنعطف الأخير. بداية الخط المستقيم لازالت الصدارة لروزانة الدانة مع مهند الشمري. المحاولات الآن التي تأتي لهلا في هذه اللحظة، فيما المحاولات كذلك لرقم 4 روزانة الدانة لعدم التنازل عن المركز الأول. هنا أيضا تأتي هلا مع مهدي الحبيل، ومحاولات أيضا لروزانة الدانة التي تحافظ على الصدارة. هلا هنا أيضا الدخول الذي يأتي لشيمة عرب، شيمة عرب تأتي شيمة عرب في هذه اللحظات، فيما المحافظة على الصدارة حتى النهاية لروزانة الدانة لأبناء محمد محسن راجح القحطاني مع مهند الشمري. إذن ما شاء الله تبارك الله، محافظة على الصدارة حتى النهاية رغم المحاولات التي أتت من كذلك البقية للدخول من شيمة عرب وهلا في اللحظات الأخيرة، ولكن روزانة الدانة لأبناء محمد محسن راجح